ولما له من انعكاسات إيجابية على فهم وإدراك الطالب لمواده الدراسية. أكد فريق الإعلام العزم على الارتقاء بكافة مدارس العراق وإنهاء ظاهرة الدوامين المزدوج والثلاثي والقضاء على ظاهرة المدارس الطينية والكرفانية بجميع محافظات العراق. نتحدث أولا عن مشروع الأبنية المدرسية النموذجية. هذا هو المشروع الأول الذي ينفذ ضمن الاتفاق الإطاري بين العراق والصين، تشرف عليه الأمانة العامة لمجلس الوزراء. المرحلة الأولى من المشروع هي ضمنت إنشاء 1000 مدرسة موزعة على المحافظات بحسب 3 معايير وضعتها اللجنة العليا لبناء المدارس، وهي الكثافة السكانية لكل محافظة والمدارس الكرفانية والطينية وكذلك المدارس التي تحتوي على دوام مزدوج وثلاثي. بداية المشروع كان هنالك تهيئة قطع الأراضي. حقيقة واجهنا بعض الصعوبات بسبب أنه مساحات الأبنية المدرسية تختلف جذريا عن المساحات المدارس التقليدية، ضعف 2500 إلى 3000 متر مربع، لكن كان هنالك جهد استثنائي من قبل دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية بالأمانة العامة بالتنسيق مع الحكومات المحلية ومديريات التربية بالمحافظات. هذا الملف هو أولوية وزارة التربية، وأطلقت وزارة التربية على هذا العام عام الأبنية المدرسية. يعني احنا رافعين شعار عام 23 هو عام الأبنية المدرسية. العمل بهذا الجانب كما أكدنا أنه إلى زاويتين، معالجة النقص وكذلك معالجة الاكتظاظ عبر المشاريع المتنوعة، وأهمها طبعا هو مشروع العقد الصيني أو مشروع المدارس النموذجية، إضافة إلى مشاريع تنمية الأقاليم سواء في محافظة بغداد بمديريات الستة أو المديريات العامة الأخرى. فيما يخص خطة 23، خطة 23 احنا صار عندنا أكثر من لقاء مع سادة مدراء عامين للتربيات المحترمين، إضافة إلى مدير التخطيط التربوي، رفعوا لنا قطع أراضي موجودة، وإضافة إلى مدارس منشأة سابقا فكانت عملية الهدم والبناء، كملنا الخطة، ومحافظة بغداد ألقت مسؤولية تحريات التربة على عاتقها، تعاقدنا مع مكتب استشاري جامعة بغداد لخوض إجراء تحريات التربة، والآن تم إجراء 102 تحري تربة خلال فترة 20 يوم، وهذا أعتقد إنجاز.